هذول كلهم هيك الناس الجايه، ما في حدا منهم مخرب. اذا اعطينا 10 دقائق ساور المسؤول قول يعني 10 دقائق ما حيصير شيء. صار الناس احنا محترمين رايكم يا عمي، احنا ما بنقول لكم بدنا نيجي غصب عنكم. اعطينا 10 دقائق. لا اخوي ليش 10 دقائق الجيت؟ احنا صار لنا ساعه بنجيب نص الناس، بدنا نشيل الناس اللي رجعوا للعماره للبوش حتى يرجع شارعهم. والذي يضم هذه المقدرات لشعبنا الفلسطيني الان صاروخ جديد، الان صاروخ يسقط الآن برج الجلاء، يسقط الآن برج الجلاء في وسط مدينة غزة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.